ثم تحته
كوندنسيشن اوف اكتومز الجايمال تيشوز بودنتا البابيلا اللي كان بيعمل لي الدنتين والطل حواليهم كيس فوليكل سميته دنتا ساك او دنتا الفوليكل اللي بيعمل لي السمنتم والايه؟ والبريمونتال والثلاثه على بعضهم اسمهم توث جيرل. باي مور ديفرنشال كروس شكل الكاب يتحول لشكل البل. ولو ملاحظين الكونكشن اللونج والنارو ولما فتحت لقيت شكل السنه اللي بيتكون وشفت لاير اللي اسمه ستيليتي ديكلم لاير جديد اسمه ستراتم انترميديال فاكرينه ده اللي كان مليان ايه؟ الكلاين ديت الفايل مهم جدا في الكالسيفيكيشن والتقاء الاينر بالاوتر اللي كان اسمه سيرفايكال ايه؟ لو فاكرين اخر الايرلي لما كان بيحصل او في الايرلي لما كان بيحصل عمليه اسمها الاندكشن اللي الخليه الاينر انامل ايبيثيليوم بتطول وتبقى طول كولامينر وتضغط على الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيل وتحولها لخليه اسمها اودونتو بلاس والعمليه الاندكشن دي كانت بتحصل في الايرلي بيل ستيج. اول ما التنتين يتكون نخش في الليت بيل ستيج ويحصل ريسيبروكال اندكشن والاينر انامل ايبيثيليوم يتحول اسمها الاميلو بلاس عشان هي كمان تنتج ايه؟ تنتج العمل. واتفقنا ان دايما الشغل ده بيحصل من الانسايتال ايج والجاست تيب وينزل لتحت لحد ما يخلص ايه؟ لحد ما يخلص الكراون وبعد الكراون نبدا ندخل في الروت ايه؟ في الروت فورميشن. حد معترض على الكلام ده؟ فاكرين في الروت فورميشن لما قلنا ان الروت بيكبر ان كورونال دايركشن يعني ايه بقى ان كورونال دايركشن يعني الكراون بيطلع لفوق عشان يعمل ايربشن والايه والروت يتكون تحت. حد عنده اعتراض؟ يبقى مين الخليه اللي عملت ايه؟ الخليه اسمها امينو اللي كان اسمها ايه في الاول اينر انامل ايبيثيليوم اللي كانت الكلاين فوسفاتيت انزايم في انهي طبقه؟ افتكروا الثلاثه دول عشان واحده بتتكلم. انما لما الانامل كبر اضطرينا نقطعه بالصاروخ نعمل له جرايندنج عشان ندرسه بالكراون سكشن لان لما عملنا ديكالسفايد الانامل جرابه ايه؟ اللي وراه من الانامل تاب ومن هنا طلعت قاعده الايه؟ عمود الكبريت مين اللي محروق قوي ومين اللي مش محروق ومين اللي نص ونص. عشان كده لما قلنا في الاستورجي سواء كان انامل او دنتين او سمنتر او اي حاجه من كلها عندي طريقتين اشوف بيهم الاستورجز يقطع بالطول صح سميناها ايه بالطول دي؟ اللي هو ميدونيوم سكشن او بالعرض سميناها ايه؟ ترانسفيرس او الكروس سكشن. طب ليه بعمل الطريقتين دول؟ قال لك اصل ساعات في استورجز تبان في السكشن ده او ساعات تبان في سكشن تاني ففي ساعات اختلافات في المنظر بتاعي لكن الاثنين مهمين بالنسبه لنا عشان هتلاقوا في اللاكشن في اللاب بالنسبه لكم بنرسمها بالطريقتين عشان هنا هنشوف حاجات وهنا هنشوف ايه ممكن شويه حاجات مختلفه شويه وده يخلينا نفتكر الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت كده في الدقيقه مش مهم بالتفاصيل ان احنا قلنا كل الايتمز دي هنتكلم عنها في الانف صح؟ بدانا بالفيزيكال بروبرتيز سريعا 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 يعني ايه فيزيكال بروبرتيز؟ زي ايه؟ اشهر حاجه اول حاجه ايه؟ اللون الكلر قلنا اللون بتاع الانامل ايه؟ هو ما عندوش لون هو عنده ايه؟ لون بتاع مين اللي تحتيه؟ الدنتين كل الكالسيوم والبلا بلا والكلام ده كلها. طب ايه الكلر؟ تيكنس ايه كمان؟ قلنا ان هو هارد وتيك في اماكن لكن عنده عين ان هو بريتل يعني بريتل يعني بكل سهوله بالجسم عشان كده في مين تحتيه بيسندوا الدنتين واخر فيزيكال بروبرتي بيسمح بمرور بعض الايونز سميناها ايه الاوبشن ده؟ ان هو سامي بيرمي قلنا اشهر ايون ايه بالنسبه لنا؟ الفلورايد. طب نفكر كده النهارده هنشوفها الفلورايد لما يخش في الانامل ده بيضعفه ولا بيقويه ولا بيعمل ايه؟ بيقويه. يبقى الانامل لو هو سليم وبغسل اسناني كل يوم وبحافظ عليها الفلورايد
اكزامبل معجون السنان. وبالمناسبه موجود برضه كويس قوي مثلا في حاجات زي الميه بتاعت الحنفيه. ميه الحنفيه بنسميها فلوريديتد، يعني فيها ايه؟ فلورايد. الحكومات كلها في العالم عشان عارف ان الفلورايد مهم، تيجي في الميه بتاعت الشرب بتاعتك بتحط فيها شويه فلورايد نسبه معينه. ليه؟ عشان الاطفال والكبار يشربوا الميه العاديه او حتى يتمضمض بيها، شويه فلورايد دي يحصل لها ايه؟ تخش جوه السنان شويه. طب الشاي فيه فلورايد وهكذا. فالفلورايد مهم بس بنسبه معينه، لو زاد قوي بيعمل مشاكل ناخدها في الجراحه والبيولوجي بعد كده. فالمهم دي كانت نهايه ايه؟ الفيزيكال بروبرتيز. ومن هنا دخلنا على الكيميكال، وقلنا هما كلمتين يعني ان اورجانيك او اورجانيك. المميز قوي في الهنا ان هو ايه؟ عنده قد ايه نسبه؟ 96% كالسيوم او 96% ان اورجانيك. دكتور على طول. ولا لا؟ هل زي اي سؤال في العالم هل فجاه انا بقيت طويل كده وكبير؟ ولا كان في مراحل؟ مراحل. يعني 96% دي نسبه كبيره قوي، بس هي مش فجاه بقت 96، كان في الاول نسبه وفجاه تزيد 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 لحد ما وصلنا ل 96. وده جزء برضه من القصه بتاعت ايه؟ النهارده. الانامل هيستولوجي قلنا اهم حاجه عندي المين ستراكشر اللي بيكون الانامل عباره عن عواميد سميتهم ايه؟ انامل رادز. والرادز دي كل واحده كده حواليها كيس الراد شيت او النامل شيت. وقلنا ان هو عنده بروبرتي ان هو هايبو كالسيفايد، يعني بلونه ايه؟ لونه دارك شويه، صح؟ طب ايه بتوين الرادز؟ قيمه الرادز سبستنس. وقلت ان دي مش حاجه حقيقيه، ده مجرد فرق في الكريستلز، بدل ما هي مثلا كلها في اتجاه واحد غيرت اتجاهها، فبقى في ستراكشر ريفيو تاني سميته قيمه الرادز سبستنس. لكن المين ستراكشر الانامل رود انكريمنتال لاينز، كانوا كام لاين؟ ثلاثة بس. اسميهم ايه؟ الكبير ده كل كام يوم؟ أربع أيام. والصغير بتاع كل يوم اسمه الشورت أو الكروس ترايشن. والمرة بتاعت الولادة يونيتال لاين. دول ثلاثة انكريمنتال لاينز يخصوا بس مين؟ الإنامل، عشان في غيرهم في التنديد في غيرهم في السمنة وهكذا. آخر حاجة خالص قلنا أذر ستراكشرز، ممكن غلطات أو ممكن مشاكل ممكن تحصل. فأقول هو أنا عشان نخلص عندي ممكن حاجة شبه الكسر سميتها ايه؟ النمل. أو حاجة شبه الشجرة أو شبه العشب. طب والدبوس الصغير دي كلها حاجات زيادات. وخلاص من غير دخل كتير من غير ما نخش تفاصيل، كل واحدة ليها كوز وليها فيو، سواء كان ال اس أو كروس سكشن هشوفه ايه؟ مين. وده هيقودنا للكلام بتاع النهارده. احنا قلنا خلاص كل ده عملناه ولسه هنعمل شويه تاني النهارده، بس مش كتير قوي زي المره اللي فاتت. طيب الجزء الثاني يا عكيلي ان احنا هنتكلم على ايه؟ زي ما شفنا الانامل هيستولوجي، خدنا السنه وقطعناها وحطيناها تحت الميكروسكوب عشان نشوف الهيستولوجي بتاعتنا. في اوبشن ثاني ممكن نعمله ان احنا نشوف السيرفيس ستراكشر، وساعتها احنا ما بنقطعش السنه، احنا بنبص لها من بره ونشوف ايه الستراكشر اللي ممكن الاقيها على السنه من بره. يبقى انا هبص على ايه؟ على السنه من بره. ممكن اشوف ايه؟ هل يا دكتور حاجات لازم الميكروسكوب ولا ممكن بعينيا اشوفها؟ لا يعني بعينيك وبعد كده تكبر بالكاميرا وبعد كده تكبر بالميكروسكوب وبعد كده بالالكترون مايكروسكوب. كل حاجه محتاجه ماجنيفيكيشن اكتر. ايه اللي ممكن نشوفه على الستراكشر بتاع السيرفيس بتاعنا؟ شويه حاجات كده كلها اشكال. يعني ايه اشكال؟ يعني ممكن اشوف لاينز خطوط، انا اعرف معناها ايه اسمها تريكايمات. ممكن اشوف كونكافيتيز، يعني شويه كده اكنها حاجات ديبريشنز على السيرفيس بتاعنا. هشوف كراكس احنا خدناها اللي هي اللامينا. اشوف شويه حاجات مش هشوفها، هشوفها بس هتكون موجوده فتره مؤقته، حاجه اللي كل شويه حد يبعت ايميل وحد يقعد علينا في اللاب يسالنا احنا ما خدناش البرايمري دايناميك يوتيوب، صح؟ في باراجراف كده في الكتاب ما اعرفش ليه كلكم مصممين عليه، ما خدناه النهارده لا معرفش ما حدش يزعل. واخر حاجه خالص شويه ديفكت ممكن يحصل، الاقي سيمنتم متغطي على الدايناميك. يعني سيمنتم ده في الروت؟ لا، ممكن الاقي جزء منه مغطي ايه؟ الدايناميك. الحاجات دي كلها مش محتاج اخش جوه السن عشان اشوفها، لا دي الحاجات كلها عليك على السيرفيس. وفي بعض الحاجات انتوا شخصيا
ممكن لو جبت كده نور ونورت على اسنانك في المرايه هتشوفها انا خلاص. نعرف زي ايه مثلا يعني ايه؟ اول حاجه يا دكتور شامل حاجه اسمها بيريكارديت. وقبل ما نخش في البيريكارديت تعالوا نفتكر مع بعض هو دكتور شامل ودكتور عنكيلي لما يحبوا يسالوه ايه نوعيه الاسئله اللي هيسالوها. يعني مثلا اسئله صعبه تقول الاسطوره اهم حاجه في اي حاجه عنوان الحاجه. انت ممكن تفتي تحت العنوان انما لو العنوان انت كاتبه غلط عمرك ما هتعرف ايه تفتي. وبالتالي اكتر سؤال بنحبه هو سؤال الانيوميريت. يعني مثلا ممكن اسالك واقول لك ايه اليونت ستراكشر اوف ميناميريت؟ الروتس. طبعا تقولي لي الثلاثه الروت والانتر سبستنس والبروتين صح الكلام؟ او دكتور شامل يسالك ويقول لك ايه هي الحاجات الهايبو كالسفايد في الانام الروت او سوري الهايبو كالسفايد في الانام ها؟ بروتين كل الانكريمنتال لاينز انام اللابيلا تايب ايه والبوكيه الورد اللي اسمه طب والسبندل؟ لا السبندل دي ايه؟ انكلسفاي. تعالوا نشوف تاني نوع اسئله دكتور شامل بيحبه اسئله الساينتفك تيرم. ولما يجي للساينتفك تيرم خد بالك من الكلام اللي بينور. يعني اول ما اقول لك اوبتيكال فينومينا تقولي لي ايه؟ هانتر شريجر مان. اول ما اقول لك البروسيس بتاع الاودونتوبلاست يبقى كان قصدي على انامل سبندل. تاخد بالك من الكلام اللي بينور. من ضمن الكلام اللي بينور اول سيرفس ستراكشر معانا هي البيري كايمات. نرجع بقى للدنتال فوتوجرافي. ومع الدنتال فوتوجرافي لما صورت السنه على البير لقيت في خطوط قريبه من بعض موازيه للسنه فايكال لاين سميتها بيري كايماتا. ايه يا عم البيري كايماتا دي؟ لما جيت بصيت جوه السنه لقيتها هي الاكسترنال مانيفستيشن اوف الخطوط اللي في الانامل. فاكر الخطوط اللي في الانامل كان اسمها ايه؟ انكريمنتال لاين اوف ريديوس. الانكريمنتال لاين اوف ريديوس لما طلعت على الاوتر سيرفيس عملت لي خطوط اسمها بيريكايماتا. يبقى السؤال اللي هينور لو قلت لك اكسترنال مانيفستيشن اوف انكريمنتال لاين اوف ريديوس اوتوماتيك ينور في دماغك بيريكايماتا. دكتور معلش معلش يعني هي البيريكايماتا هي الريديوس بس من بره يعني فرضنا 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 يعني ان صوابع ايدي هي الانكريمنتال لاينز صح؟ انتوا شايفينها دلوقتي ده من جوه. طب لو خبيتها تحت القميص انت شايفها؟ شايف ايه؟ شايف الاثر بتاعها صح؟ الاثر ده هو ده البريكامنتا. فالبريكامنتا مش هي نفسها الكريمنتا لاين ده الاثر او الشكل الخارجي بتاع مين؟ الريزيس. فهمتوا الفكره؟ تمام تمام يا دكتور شامل. خد بالك ان هذا طيب معلش تشبيه تاني كده عجيب موديل شايفين كرش عجيب ولا شايفين اثر الكرش؟ كل حقيقة شايفين شكل الكرش لكن هو ده شكل الكرش؟ لا سوري ده الاكسترنال مانيفستيشن اوف كرش. انت بتحرقني؟ طب ايه رايك بقى؟ انا البيري كايناتا ما شفتهاش في الفايزر وان ثيرد. ليه؟ ها؟ مفيش جيف ريزون تالت انواع سؤال جيف ريزون بيري كايماتا دو نوت اكزيست في الانسايدر وان. عندي هنا اجابه نموذجيه اتعرف عليك احمد رمضان اجابتك ايه يا احمد رمضان؟ سيبك لنا عشان نتفهم. بتاعت الريزيوس تبع
التاني ما بتطلعش على الاوتر سيرفيس. طيب تاني حاجة هنشوفها من اسمها باينة أوي، اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ روك إن، يعني نهاية إيه؟ الروكس، يعني نهاية الروك، يعني إنما الروك بتاعي بدأ من عند الستيفن جونشن وبدأ يتكون 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 لحد ما خلصنا الأوتر سيرفيس. نهاية الأوتر سيرفيس لما أبص من فوق ألاقي كام روكس عاملة إزاي؟ عاملة زي الدايرة بتاعت السلندر بتاعت الروك نفسها، فهشوف أكنها خروم خروم أو كونجات كتير ديبريشنز كتير. كل خرم صغير او كل ديبريشن صغير ده يمثل ايه؟ ينام الراجل. طبعا عشان المنظر ده لازم حاجتين، عملت ماجنيفيكيشن شويه عالي، تاني حاجه لازم عشان اشوف المنظر ده حصل حاجه اسمها اتريشن. ايه؟ فاكرين اتريشن؟ يعني ايه اتريشن؟ تاكل في السطح بتاع الانامي. لما حصل شويه تاكل لاول شويه كده في الانامي بدات اشوف نهايات الاند، نهايه الراجل سميتها ايه دي؟ الروك انز. عشان اشوف لازم حاجتين، ماجنيفيكيشن عالي شويه، ولازم يحصل ايه في الديناميك تاني؟ حاجه اسمها ايه؟ اتريشن. وده بقى لما عملت ماجنيفيكيشن كبير جدا جدا جدا، كل واحده من دول دي نهايه الربع على السطح، ده الشكل بتاعي على السطح التاني، ماشي كلام؟ وده هيربطنا لحاجه سهله خدناها المره اللي فاتت اللي هي تامله فاكرينها؟ بس انا عايز بي وسي اللي هما كانوا ايه؟ كراكس، كراكس حقيقيه. حتى جبت المثال اللي هو ايه؟ لما كان الواد عنده صغير وما كانش لسه عنده اسنان حصل لها ايربشن وديته بوكس، صح؟ ده كان ايه طيب؟ بي، بي يعني حصل كراك في السنه بيفور ايربشن. طب السنه اللي حصل لها كراك دي وبعدين حصل لها ايربشن هيبان ايه في الشكل بتاع السنه؟ هيبان ايه؟ كراك بالظبط كده. طب هو كان كبير اصلا وجيت عند السنتر ده وديته بوكس وعمل كراك، مش هشوفه؟ دي حاجه على السطح. فده بالظبط الكراك تايب بي وسي اقدر اشوفه على الاوتر سيرف اكوردنج. انا ضربته كتير ولا قليل؟ هل الكراك صغيره ولا كبيره؟ والكلام ده كله. قول دكتور، هو الكراك تايب بي مثلا مش هو بعد ما يحصل بالظبط؟ يحصل ايه؟ كيس ايه؟ ما هو عباره عن جاب اتفتحت وفضلت مفتوحه وهو لسه ما حصلش ايربشن. فبعد لما حصل ايربشن عنده مده طويله جدا من اول ما طلع، من اول ما حصل ايربشن هو مخروم اصلا، هو في فتحه فجاهز على طول. اتفتحت حاجه بس حاجه سوفت كده كده مش حاجه هارد خلاص؟ فسواء تايب بي او سي اقدر اشوف كراك حقيقيه. دي حاجه ايه؟ على السطح التاني. طيب ده برضه الاكستنت بتاعه ممكن اشوفه. قول يا احمد. اه ممكن فود ديبريز، ممكن سلايفا، ممكن اي حاجه في الوركر. دكتور شام، يعني اقدر اقول ان في كلمه بتنور ان الكراب هو الاكسترنال مانيفستيشن اوف ايه؟ لاميلا طيب B يا طيب C. كل دي اشكال، اشكال كلاس كلاس كلاس، واتفقنا ان الكلاس لو قويه شويه دي كمان هتخش فين؟ في الدي تي. ده تايب بي او سي. يبقى دي كلها حاجات انا اشوفها على السيرفيس اوف دي دينامل. ودي اكسترنال مانفستيشن بقى المره دي مين؟ للاميندا. بس دي تايب بس بي و سي. طب تايب ايه؟ لا ده لازم اخش جوه السن واعمل هيستولوجي عشان ايه؟ اشوف. دي مش كراك حقيقيه، دي مجرد هايبو كالسيفايد ايه؟ ايه؟ انها بالروح. تمام. حلوه، كلام جميل وحلو زي الفل. كل ده في الاكسترنال مانيفستيشن. بس في حاجه غريبه قوي لاحظتها. لقيت حاجه اسمها اوتر ستراكشرلس انامي. اوتر يعني من بره. ستراكشر يعني ما فيهاش ستراكشر اوف انامل. هو الاستراكشر اوف انامل المين ستراكشر اوف انامل اسمه ايه؟ ايه ده؟ يعني حته من بره ما فيهاش انامل روك؟ اه دي مش بس من بره، ده في حته من بره من 20 ل 30 مايكرون وحته من جوه اسمها انر
عشان ما فهمش ستراكشر الانامل اللي اسمه الانامل رود سميتهم رود للانامل او ستراكشرلس انامل. طب جايه منين؟ خلوها في الاخر هتعرف. خامس اكسترنال مانيفستيشن اللي كان تعبكم قوي 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 كنتوا بتذاكروا حاجه اسمها برايمري انامل كيوتيكل. اللي ذاكر بقى كم واحد سأل عن برايمري انامل كيوتيكل؟ ايه برايمري انامل كيوتيكل؟ عارف لما تجيب هديه حلوه الهديه بتبقى متغطيه بايه؟ بطبقه سوليفان. اغلى هديه في السنه هي الانامل. فالانامل لما جه اتكون مين الخليه اللي عملت الانامل؟ أمينو بلاط اشتغلت وعملت الإنامل وخليته حلو قوي 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 وفي الآخر عشان تطلعه هدية عملت اللاست برودكت اوف أمينو بلاط سميته برايمري إنامل كيوتيكل. ده لازق على الإنامل ولا مش لازق على الإنامل؟ لازق على الإنامل. طب فايدته إيه؟ قال لك ما هو ده اللي لازق الإبيثيليوم بتاع الريديوس إنامل إبيثيليوم في الإنامل. طب وده هيفيدني؟ طبعا هيفيدني. هيفيدني في ايه يا ترى؟ هيفيدني ان الابيثيليا بيلزق على الانامل. ايه ده هو الابيثيليا بيلزق على الانامل؟ بس هنا بس في الحته بتاعت الجنجفا. يبقى مين اللي هيخلي الجنجفا تمسك على الانامل يا دكتور شامل؟ البرايمري انامل كيوتيكل. طب انا لما السنه طلعت السوليفانه دي بتفضل موجوده ولا مع الفرشه والمعجون بتروح؟ مع الفرشة والمعجون بتروح. طب بتفضل فين بس؟ الحتت اللي ما بتوصلهاش الفرشة والايه؟ والمعجون. فاكرين لما كنا بنتكلم على البيتس والفيشرز؟ هي دي الحتة اللي ممكن نلاقي فيها البرايمري انامل كيوتيكل بعد السنة ما ايه؟ ما خرج. بعد السنة ما خرج. سادس حاجة ايه؟ سمنتا على الانامل. ايه اللي جاب السمنتا مع الانامل يا دكتور شامل؟ بتحصل؟ فاكرين في الروت فورميشن؟ ايه اللي كان بيحصل عشان يتكون الروت فورميشن؟ كان عندي ريديوز انامل ابيثيليوم مغطيه مين؟ مغطيه الانامل عشان تحميني من مين؟ من دلتا الفاك. ليه؟ هو لما اجي بعمل الروت فورميشن مش كان بيتكون قرش ابيثيليوم تشيز ثيرد وي ويتقطع وتخش الدنتا الفاك تحط سمنتم؟ طب حد شاطر يقول لي هو ايه المين فانكشن في سمنتم؟ هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيربط السنه في العظم. فاكرين الرباط اللي بيربط السنه في العظم اسمه ايه؟ فايبرز. اسمها بيريدونتال ليجامنت. طب ايه بقى اللي حصل يا دكتور شامل؟ قال لك تعالى نشوف مع بعض. اثناء الروت فورميشن اتفقنا ان انا الانامل ما ينفعش يبقى مكشوف للسمنتم، السمنتم ده غبي. فبغطيه بماده اسمها ريديوز انامل ابيثيليوم اللي كانت الانامل اوردر بعد ما اخلص الانامل. ماشي؟ مغطيه الانامل وماليش دعوه. امال الجزء بتاع الروت كان بيطلع له حته فيرتيكال وحته هوريزونتال ابيثيليوم روت شيخ في هيرتويج والابيثيليوم دايفراج. يعمل اندكشن لعمه مين؟ لعمه الدنتين الاودونتو بلاست عشان تعمل دنتين. وبعد كده يجراله ايه؟ يقع يتشال يحصل له ديجنريشن وتخش السمنتو بلاست تعمل سمنتو. من حظ الفقر ان الحته بتاعت الريديوس دينامي الابيثيليوم دي يا دكتور شامل اتقطعت. ايه ده مش المفروض دي بتغطي الانامل؟ هيحصل ايه؟ هتخش البنت الفاق تعمل سمنتم. طب السمنتم ده في مكانه الطبيعي؟ لا، ده فوق الانامل. هيمسك السنه فيه فايبرز؟ لا، وعشان كده سميناه ايه؟ ايه؟ فايبريلر سمنتم، حته سمنتم طالعه فوق الانامل. دكتور شامل الحته دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ وحشة؟ لما تلاقي سمنتا مغطي الانامل. حلو؟ طب استنوا بالراحة بالراحة. هو لو
اتكشف بيعمل ايه اللي بيوجع السنان؟ حساسيه، صح الكلام؟ دي ايه؟ عريان. طب لما ربنا يخلق لنا ان السمنت بيطلع فوق الانامل عشان يحمي الدنتين، يبقى حمانه من السنسيتيفيتي ولا لا؟ هناخدها في السمنت مع دكتور شامل ان 60% من سطح السمنت وينامل جنكشن الالفا فيبريلا سمنتا حميال الجزء ده عشان يلعب الايه؟ يمنع الحساسيه. ده حاجه حلوه عشان ده برضه السؤال في الاخر كده. تاني الالفا فيبريلا سمنتا ده حته من الانامل. رجع الصوره عشان اللي وراك ركز في البنت. رجع الصوره. حاضر. نزيد الكلام. حته من الانامل متغطيه بسمنتا. ما فيهاش فايبرز عشان كده بنسميها ايه؟ فايبريلا سيمنتا. غطيتها ازاي؟ فاكره الريديوس دينامي الابيثيليا؟ مش المفروض كانت بتحمي الانامي؟ حته اتقطعت. مين الخلايا اللي في الحته دي؟ الدنتال ساب. لاقي قدامها ارض تيشو تحط عليه ايه؟ سيمنتا. يبقى السيمنتا ده في مكان طبيعي على الروت ولا على الكراون؟ عكرم عشان كده سميته فايبريلا ما فيهوش فايبر بتاع النقطه اللي كمان سيمنتا. يبقى خلاصه السيرف ستراكشرز، يبقى اي ستراكشر هشوفها خارجيا على الانامل سيرفيس نبدا باسامهم اللي فاكرين لما دخلنا الصوابع جوه القميص اكسترنال مانيفستيشنز اوف ريزيس كان اسمها ايه؟ تاني تمام دي اول حاجه هشوفها. تاني حاجه كانت سهله جدا نهايات الرأس الرودانس يبقى عندي بريكلايماتر نهايات الرأس. التالت حد فاكر؟ الجراكس. بس انا الجراكس بالذات او انا لاميلا بي وسي ده اللي اشوفه على السطح الخارجي. اللي بعده عندي ستراكشر الخارجي خالص بتاع الانامل ما فيهوش انامل الرأس. امال فيه ايه؟ ما كملناش بنص ده. ما فيهوش انامل الرأس امال فيه ايه؟ كالسيوم كتير ممكن توصل ل 40% كالسيوم. ليه؟ انا مش عايز اي حاجه غير تبقى قويه جدا 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 جدا. بس الكميه دي قد ايه عاجيني في الاوتر سيرفيس دي؟ 30 مايكرو. عارفين 30 مايكرو دي قد ايه؟ دي ولا حاجه بس بتبقى رفيعه جدا جدا بس فيري ايه؟ سترونج. دي الاوتر سيرفيس بتاعها. بعديها حاجتين اتكلمنا عن الكيس الغلاف المؤقت اللي بيقعد معانا شويه بعد كده بيروح مع الاسكيس سنان. اسمه الغلاف ده برايمري انامل كيوتيكل ودي معناها ان في سكندري بس دي هنعرفها بعدين دي موضوع بعيد. لكن نهايه الاوتر ستراكشرز ان لقيت نوع من انواع السمنتم مغطي على الانامل بدل ما بس يقف عند الروت لا ده كمان غطى الكراون وكان نوع سمنتم ما فيهوش فايبرز سميته ايه؟ ايه فيبريلر ايه يعني ما فيش نون نو فيبريلر او ايه فيبريلر ايه؟ سمنتم. ودول الست حاجات اللي عايزكم تعرفوها. طب نقطه معلش نعرف ايه؟ اول حاجه ببساطه نيميريت. يعني ايه نيميريت؟ تعرف 1 2 3 4 5 6 صح؟ طب تاني حاجه كل واحده ايه الجزء بتاعتها او معناها ايه؟ بس خلاص يبقى نركز في دول نيميريت السيرفيس ستراكشر والنمل 1 2 3 4 5 6 اوكي؟ وتاني حاجه الكوز او الشكل بتاع كل واحده منهم. ماشي الحال؟ اوكي؟ طيب بالمناسبه قبل ما نخش في التوبيك الثاني احنا كده خلصنا نص المحاضره، خلصنا النص الثاني كده سريع سريع اسرع منه على الاي ليرنينج على الاي ليرنينج بتاع البيولوجي خش عليه اول حاجه خالص هتلاقي سيرفي كده خلاص هم سؤالين في 10 ثواني تك تك خلاص نعملهم بعد المحاضره. دي فيدباك على المحاضرات علشان اللي جاي نعرف نعمل فيكم ايه. هو ده كلام كده ايه؟ يعني يا جماعه فبس قولوا رايكم هم سؤالين بدون اي يعني فلسفه. قول الحقيقه. لا طبعا احنا كلنا بنحب الحقيقه. طبعا بحبكم جدا. اولا مفيش حد يبرد التاني عشان طبعا بنتكلم بجد او مرات. اللي هيكتب اي حاجه يقولها مش هيطلع اسمه. عشان اعرفها. خلاص هي بدون ما يطلع ليه مؤيدين. هو عمل كده وابتدى يزخن.